أموالنا وأعراضنا ويرجعون، بس لو بقيوا بديارهم في الباقين من هوازن وثقيف بيقتلون بأهالينا وأموالنا. فصار مع الشايب حق ودم ناس يناظرون في مالك، فغضب مالك وعصب وصيح فيه، ومن بعدها خرج سيفه وحط سيفه على صدره وقال والله إنكم لا تطيعوا ولا اتكأت على سيفي هذا حتى يخرج من ظهري، بنتحر لو ما سمعتوا لي باخذ حياتي. فخافوا القوم وقالوا أطعناك يا مالك، هد الموضوع، حنا معاك بس حد يرحم والديك. وقتها كان هذا الشخص الغريب على خيله متوجه لمكة، لأن هذا الشخص هو صحابي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يجيب له خبر هذا الجيش. وصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخبر النبي بكل شيء، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وجهز الجيش نفسه اللي دخل بهم مكة 10,000 مقاتل، وزاد عليهم 2,000 من اللي دوبهم أسلموا من قريش، ما لهم إلا أقل من شهر في الإسلام. ومن اللي خرجوا من 2,000 هذول شيبة بن عثمان اللي حلف إنه يأخذ الثأر من محمد حتى لو يكلف هذا حياة، خرج مع المسلمين وبيقاتل مع المسلمين، كان مسلح ومستعد وعيونه تحكي قصة دم، وخرجوا حتى مع جيش المسلمين بعض المشركين. صار هذا الجيش الآن كبير جدا، وكان أكبر جيش خرج في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليقاتل مع النبي 12,000. فنظروا كيف إن الجيش ضخم، انتشر بين المسلمين شعور انهم ما راح يهزموا مع هذا العدد الكبير، شعور بان مستحيل هذا الجيش يغلب، فكان في قلوب اغلب القوم ان ما راح نغلب لا غالبا لنا. فيقول الله سبحانه وتعالى عنه ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرته، فكان فيه البعض من الجيش منعجب بكثره الجيش. يوم عرف النبي صلى الله عليه وسلم عن شعورهم هذا علمهم ان نفس هذا الموقف حصل مع نبي من الانبياء، هذا النبي اعجبته كثره قومه وعدد اتباعه، فقال ان ما حد بيقدر عليهم لكثرتهم. فانزل الله سبحانه وتعالى الوحي على هذا النبي يخير بين ان يسلط عليهم عدو يسيطر عليهم او يسلط عليهم الجوع او الموت، اختاروا القوم الموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمات في 73,000. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الاعتماد على الذات والكثره والقوه، وان القوه كلها في القلب، وانهم يعتمدون على الله سبحانه وتعالى ويتوكلون عليه، اما هذه المشاعر اللي تحسون فيها فهي من الشيطان، والاعتماد على الذات من اسباب الهزيمه. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل المعلم للطلاب. فكمل جيش المسلمين طريقه، فمروا على شجره خضراء، شجره ضخمه وخضراء في نفس الوقت، شكلها بارز، وكانت هذه الشجره تسمى بذات انواط، كذا كان اسمها، والانواط هي التعاليق، وكانوا العرب يتبركون فيها ويعلقون عليها سيوف ويعتقدون بانها تعطيهم القوه على القتال والبركة. فقالوا الألفين اللي دوبهم أسلموا هذول لو مو فاهمين في الإسلام كثير، يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما إن لهم ذات أنواط، نبغى مثل هذه الشجر نتبرك بها ونعلق عليها سيوفنا يا رسول. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم. هذا يوريه قد إيش كانوا جدد في الإسلام ومو فاهمين العقيدة البسيطة، دوبهم عليهم شهر. وفي الجهة المقابلة بيتوا جيوش هوازن وثقيف في وادي من الأرض يسمى حنين، وكان منظرهم مرعب جدا، 20,000 تقريبا دبل عدد المسلمين. في يوم أشعلوا النيران الوادي كله نور كأنهم في الصباح من كثر النيران، بس كان فوق الجبال فارس يناظر في هذا المنظر، ولف هذا الفارس بخيله ورجع من طريق لرسول الله، كان صحابي يتسبق جيوش المسلمين عشان يشوف وين وصلوا المشرك. في يوم وصل لرسول الله لقيهم قد وقفوا وبيت في منطقة من المناطق. في يوم وصل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لقيتهم خرجوا هم وأموالهم وهم مبيتين الحين في حنين في وادي حنين. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. بيتوا تلك الليلة حتى إذا كان نصف الليل وقرب الصباح شوية كملوا مشيهم منطلقين لوادي حنين، وقتها جيوش المشركين في حنين وكان قائدهم مالك يخطف فيهم، وكان يقول لهم كل واحد يخرج سيفه ويكسر غمده، ما حد بيرجع منا أبد، هيا ننتصر يا نموت، وارموا عدوكم بالنبل ثم احملوا عليهم حملة رجل واحد. في يوم وصل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قريب من وادي حنين، وكان وقتها بداية الفجر، باقي الدنيا ظلمة شوي، وكان في زي الضباب كذا في الجو، زي الرطوبة الزائدة. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم صفوف الجيش ووزع الرايات، وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر إذا صبروا وتوكلوا على الله وعلى العدد. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه ودرعه وركب على راحلته وقدم على الجيش خالد بن الوليد، فمشت الجيوش حتى بس الوادي كان هادي جدا وفوس، ما حد لاحظ بأن الدنيا بقى في ظلام، وكان في زي الرطوب ما حد يشوف، وكان قدام الجيش منحدر قوي جدا، كانوا مركزين في المنحدر وما لاحظوا أن الوادي أصلا فاضي ما في أحد. فبدأت جيوش المسلمين تنزل شيء فشيء من هذا المنحدر، الوادي فاضي بس ما حد لاحظ. نزلوا من هذا المنحدر حتى وصلوا لمنطقة فيها أشجار كثيرة، بس وهم في هذه المنطقة إلا بالأشجار تتحرك إلا بالجو غريب، فجأة إلا بالنبال تخرج من الأشجار وجيوش كاملة تخرج من هذه الأشجار، خرجوا من كل مكان وضربوا مقدمة جيش المسلمين وهم في نص المنحدر، 20,000 رجل خرجوا ويذ
يضربون بسيوفهم وبأسهم. باغة المسلمين، فضربوا مقدمة المسلمين ضربة رجل واحد، والمسلمين مستعدين أبدا، لدرجة أن خالد بن الوليد سقط على الأرض مليان جراح ووجهه مليان دم. تلخبط المسلمين وبدأ بعض اللي دوبهم أسلموا ينسحب، خاف باقي الإسلام ما دخل في قلوبه. هذا خلى بعض الصحابة يظن أن الجيش كامل جالس ينسحب ويتراجع، فتراجع معه وتشتت الجيش، وهرب المشركين اللي خرجوا مع المسلمين وتخبوا وراء، فانسحبوا جيوش المسلمين وتشتتت، وما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر وأبو بكر وعلي وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الأنصار والمهاجرين فقط، ضد 20,000 مقاتل من هوازن وثقف. قام النبي صلى الله عليه وسلم يناديه، ينادي اللي انسحب: أيها الناس هلموا إلي، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. لكن ما التفت مع صراخ الجيش الثاني وشدة القتال، ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهرب. يقولون الصحابة إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم يركض على راحلته جهة المشركين وينادي ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، زي اللي يقول: تعالوا قاتلوني، أنا محمد، أنتوا تبغون الرأس، أنا جاي جهة. شوف الشجاعة، اللهم صل وسلم عليه. يقولون الصحابة: فبدينا نمسك راحلة النبي صلى الله عليه وسلم ونهديه، خايفين عليه، فبدوا يحمون النبي صلى الله عليه وسلم بإسهادهم. قام النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل الكفار قتال شد، حتى إن أشجع الصحابة تعجبوا من قوته وقالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجعنا على قتال المشركين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل العشرة مع بعض، يقاتلهم وينادي بصوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهذا فيها تحدي للمشركين: تعالوا قاتلوني، أنا النبي، أنتوا تبغون رأسي، تعالوا. الله أكبر. والمشركين هذولاك اللي خرجوا مع جيش المسلمين تخبوا وراء تلة ويناظرون في النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول واحد منهم: الآن بطل سحرك يا محمد. قاموا وجلدوه بالكلام وقالوا له: والله إن يحكمنا محمد خير لنا من هوازن. فأبشح ما واصل، شوف مع أنهم كفار لكن عرفوا أن محمد صلى الله عليه وسلم خير لهم من هوازن، أقل شيء من قريش منهم. ما كنا قريش خسرت في يوم حمي القتال واشتد، والصحابة فقط قليل والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، والصحابة يقاتلون ويدافعون عن النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقاتل بشدة. في يوم اشتد القتال نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على راحل ودعا الله سبحانه وتعالى وقال: اللهم إن تشاء ألا تعبد بعد اليوم، اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل. وجلس يدعي الله سبحانه وتعالى ويقاتل، وكان شيبة بن عثمان يقاتل وعيون على النبي، شافه على راحلته فقام يدور فراغ، يبغى منفذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تناظر إلى بعمر بن الخطاب على يمينه وأبو بكر على يساره وعلي يقاتل حوله، لقي إن ما في أحد وراه، فكان شيبة شيبة شي يقاتل ويقرب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار وراه بالضبط، فقال بصوته: اليوم أدرك ثار أبي منك، ورفع سيفه يبغى يضرب النبي صلى الله عليه وسلم، فانصدم إلا بشواظ من يرتفع للسماء كان بيحرق وجهه نار من دون دخ. الملائكة نزلت تنصر النبي صلى الله عليه وسلم، فحط شيبة يديه على عيونه وبدأ يتراجع يرجع للوراء بسرعة. التفت النبي صلى الله عليه وسلم له في نص القتال وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا شيبة يا شيبة ادنوا مني. يقول شيبة: فدنوت منه. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: اللهم أذهب عنه الشيطان. قال شيبة: فرفعت إليه بصري ولا هو أحب إلي من سمعي وبصري ونفسي، وأذهب الله ما كان فيه. يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله عليه وسلم: يا شيء قاتل الكفار. يقول: تقدمت والله إني لو شفت أبويا اللي قتل في أحد مع المشركين لقتلت، ولو كان هذا بيكلفني نفسي. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم قلتم لا غالب لنا، شافوا أنهم كثير في ذيك اللحظة فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. قام النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين اللي معه يقاتلون المشركين، مع أن المشركين 20,000، بس السكينة نزلت عليهم والإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: وأنزل جنودا لم تروها. في هذيك اللحظة بدأوا الكفار يسمعون صوت بين السماء والأرض، ووصفوه كإمرار الحديد على الطست، وبدأوا الكفار يخافون من هذا الصوت، وبدأ الخوف يدخل في قلوبهم، حتى إنهم قالوا: كنا إذا قاتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغشيناه بالسيوف صرنا فوق بالسيوف بنقتل، وجدنا وجوه حسنة بيننا وبينه، ناس وجهها حسنة تدعو علينا وتقول شاهد الوجوه، فيتملكنا الخوف ونتراجع. كانت هذه هي الملائكة يقولون، فعرفنا إن مح وإن هذا الرجل مو بعاد. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته في وجه الكفار خايفين
تملكهم الخوف وبدأوا يتراجعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن حمي الوطيس. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حصى من الأرض وبدأ يرمي المشركين، يرميهم بالحصى ويقول: شاهت الوجوه، شاهت الوجوه. يقولون ما كان يرمي على أحد حتى امتلى فمه وعيونه ترعب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم على المشركين ويرميهم بالحجارة ويقول: انهزموا ورب الكعبة، انهزموا ورب الكعبة. أما المجموعة اللي تراجع كان أغلبهم يظن أن الجيش كامل تراجع، بس يوم استوعبوا وعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هناك وأن النبي ما تراجع معه وأن مو الجيش كامل تراجع، تراكبوا ورجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم. يقولون: أول ما وصلنا لقينا النبي صلى الله عليه وسلم والأسرى حوله مربطين. نصر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان معه، عنهم كانوا قليل وكانوا مقابل 20,000 رجل مقاتل من هوازن وثقيل، بس هذه نصرة الله سبحانه وتعالى لنبيه واستجابة لدعوته. هربوا باقي جيش المشركين للطائف ولا نفعتهم لا أموالهم ولا أهاليهم اللي وراهم، ودخلوا في حصون الطائف ومسكوا المسلمين الأسرى من النساء والأطفال وأخذوا الأموال كاملة لهم. في هذيك اللحظة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور لخالد بن الوليد يبغى يطمن على صحته، وجد خالد بن الوليد مجرح وكانت جراحه شديدة جدا، بس كان النبي صلى الله عليه وسلم يبغى يطمن. فبعد ما اطمن النبي صلى الله عليه وسلم